ليلة ثائرة أظهر فيها السوريون جرأة أكبر من وسط دمشق ساحة الشهبندر، ساحة قريبة على مسامع القصر الجمهوري وإعلامه المتجاهل عن صدقية المشهد. ساحة الشهبندر. ثورة الريف الدمشقي تستمر بعنفوانها وحشودها حتى إسقاط النظام. الحدث الميداني تركز في قرية الشيثونية بدومة بعد قيام عناصر الأمنية بأعداد كبيرة بمداهمة مزارعها وتخريبها وتكسير محتوياتها، ما أسفر بحسب الناشطين عن سقوط 7 جرحى من العمال. ترافق ذلك مع قطع التيار الكهربائي عن القرية ليستمر مسلسل الاعتقالات بعدما شهد تجول العديد من سيارات الأمن والشبيحة. أحداث داري اليوم استمرار لبركانها الذي خرجت فيه بالأمس لتنفض الغبار عن نفسها مجددا بعد أن أرهق الحصار الأمني أهاليها. عشرات آلافها خرجوا لتشييع شهيدهم تيسير حبيب الذي استهدفه قناصة النظام داخل سيارته، كما قام أحرار داري بإعادة رفع علم الاستقلال وسط البلدة بالتزامن مع قدوم أعضاء من اللجنة العربية التي التقت ببعض المتظاهرين، فيما تساءل أهالي عين ترمى بريف دمشق عن اللجنة التي يفترض بها الذهاب إلى المناطق التي دمرها النظام. الزبداني لن تركع، قالوها بكل عزم في مهرجان حريتهم التي كتبوا فيها على أرضهم ما أرادوه. ناشطوها قالوا إن اليوم شهد عملية تكثيف للحواجز على مدخل الزبداني، وتم وضع حاجز أمني على طريق فرعي بينها وبين مضايا، إلا أنها مستمرة في الإضراب حتى سقوط النظام. في معظمية الشام بشارع الروضة بالتحديد خرجت فتيات المنطقة وشبابها للمطالبة بالكشف عن مصير الشابة عزيزة الخطيب التي يؤكدون أنها غيبت قسريا. ناشطو المعظمية خرجوا أيضا رغم الطوق الأمني في المنطقة، وبعدها أفادت التنسيقيات هناك بقيام قوات الأسد بحملات مداهمة واعتقالات شملت النساء. سقبة وعربين وزملكة في مشهد تتنافس فيه عزائمهم حيوا فيها الجيش الحر. حل المساء، خرج أهالي حرستا في اثنين الوفاء لأنس الشغري تزامنا مع خروج أحرار يبرود ورنكوس وقطنة وضمير التي تعاني حصارا وصفه الأهالي في مسائياتهم التي تلاقت أصداؤها.